اوكي طيب، listening تفتكروا يعني ايه listening؟ حد يعرف يعني ايه listening؟ الاستماع اللي هو فن الاستماع يعني. الاستماع، استماع بس، استماع بس ولا حاجة تانية؟ الانصات اكتر، الانصات اكتر من الاستماع كمان، ان انا بستمع بانصات، ممكن نسميها كده الاستماع بانصات. listening و hearing، سمعت عن listening و hearing؟ ايه الفرق بين listening و hearing؟ hearing فرق ان انا بسمع وبين بستمع او بنصت، هل في فرق؟ في فرق. ممكن يا دكتور مثلا بحرص وعناية؟ قول يا عبد الله، عبد الله اللي بيتكلم تقريبا. ممكن يا دكتور الهيرنج مثلا انا سمعت مثلا مش من المصدر نفسه يعني، انما الليسننج سمعت من المصدر اللي هو بيقول الكلام يعني. لا هو مش بالظبط كده يا عبد الله، يعني هو ده محور موضوعنا النهارده، محور موضوعنا النهارده هنعرف يعني ايه listening، ايه اهميه listening، ايه الفرق بين listening والhearing، ايه هي الميسز او الخرافات اللي موجوده او بعض الحاجات الخاطئه عن listening، بلاش خرافات، الاخطاء اللي موجوده عن listening، ايه هي اشكال listening، وايه هي الكومبوننتس كمان بتاعه listening. تمام كده؟ طيب في البدايه listening معناه زي ما قلت لكم ان انا بستمع بانصات او بنصت لحد، وفي فرق بينها وبين السمع اللي هو الهيرنج، وهنعرف ايه الفرق دلوقتي. في الليسننج طبعا بيكون في واحد بيتكلم، اللي هو هنا طبعا هنتكلم مع المريض، فالمريض المفروض بيتكلم والنيرس بتبقى سايلنت او بتستمع، جاست ان هي بتستمع، وهنعرف دلوقتي يعني ايه ليسننج وايه شروط ان انا اقول عليها ان هي جود ليسنر ولا لا. خلاص، الليسننج برضو ليه مميزات كتير وليه اهداف كتير، اهمها وابسطها ان انا بدي للمريض فرصه ان هو يتكلم، ان هو يعبر عن اللي جواه، ان هو يحس ان في حد مهم او في اشخاص تانيين بيهتموا بيا، مع ان انا مريض نفسي والناس بتقول عليا ان انا انسان مجنون وانسان فاقد عقله وبتاع، وفي نفس الوقت بلاقي ناس تانيه بتسمعني وناس مهتميه بيا. فالليسننج بيوصل للاكسبتنس اللي هو التقبل اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، يمكن جبنا سيرته سريعا كده، ان في ناس متقبلاه مع كل الفكر اللي عنده. فالليسننج مهم. الليسننج بيحتاج ان النيرس تكون اتنتيف، يعني ايه؟ يعني منتبهه كويس جدا للي بيتقال، يعني تاخد بالها من اللي بيتقال وتسمعه كويس قوي ويكون في فيدباك منها. خلاص، عشان كده الليسننج فيري فيري امبورتنت. في بعض الميسز، يعني ميسز يعني خرافات، ولكن هنقول ان هي اكاذيب عن الليسننج او بعض الاخطاء، خليها اخطاء اكتر عن الليسننج. اول حاجه زي ما قلنا ان في ناس بتقول لك ان الليسننج والهيرنج هو ذا سيم ثينج، لا هو مش نفس الحاجه، الليسننج والهيرنج مش نفس الحاجه، ولكن اللي بيحصل في الهيرنج ان هو صوت، ايا كان الصوت، صوت سمعته دخل على وداني، هز طبلة الودن، وصل البرين وخلاص على كده، ده الهيرنج. انا وانا قاعد بتكلم معاكم في انا ركزت في الصوت ده، لما ركزت وانا بتكلم معاكم في كلاكس عربية، في اتنين بيتكلموا مع بعض تحت في الشارع، في جار وجارته بيتكلموا او جارة وجارتها بيتكلموا، هل ده listening؟ انا ما اعرفش ايه اللي بيدور، ولكن انا سمعت صوت كده هز طبلة ودني وخلاص، ايه اللي في الصوت وبيتكلموا بيقولوا ايه، ودي ردت على دي قالت لها ايه، وده رد على ده قال له ايه، انا ما اعرفش. هو ده الهيرنج. الهيرنج هو ساوند ويفز سترايكس ذا درام، يعني موجات صوت، جاست ان هي موجات صوت هزت الدرام، هزت طبله الودن وعملت فيها فايبريشن، وبعد كده انتقلت الموجات دي للبرين عشان يفسرها، لسه البرين ما فسرهاش لحد هنا، ده اسمه هيرنج، يعني جاست اصوات سواء كانت بقى ساوند او فويس. وعرفنا ايه الفرق بين الساوند، الساوند كل الاصوات بخلاف الهيومن بينج، الفويس هو صوت الهيومن بينجز. تمام كده، الصوت هز الدرام بتاع ودني وانتقل للبرين، ده الهيرنج. خلاص كده تمام. طيب ايه الليسننج بقى؟ ايه الليسننج؟ طبعا في جمله عندك بتقول لك ان هيرنج كانت بي ستوبد،
يعني انا ما اقدرش امنع وداني ان هي تسمع، ما اقدرش امنع وداني ان هي تسمع، ودي معلومه مهمه ملحوظه مهمه. هل ينفع ان انت وانت ماشي تمنع ودانك او تقفل ودانك، تفضل حاطط ايدك على ودانك عشان ما تسمعش؟ لا طبعا، ده غصب عنك، ودي حاجه لازم هتسمعها، هو صوت، ولكن انت مش بتبقى انترستد بالصوت، ده اسمه هيرينج، تمام كده. انما بقى ايه هو الليسننج؟ الليسننج بيحصل بقى لما يبتدي البرين يركز في الفويسز او في الساوندز اللي اتعملت، ويبتدي يفسرها، ويبتدي يبقى فيه بقى تركيز مني، بيديني الاتنشن ان في كلام مهم جاي، فخد اتنشن واسمع كويس الكلام ده عشان تبتدي ترد عليه. ففي الليسننج مش بس صوت دخل على وداني وخلاص، لا، ده في صوت دخل وصل للبرين، البرين فسره، نبهني خد بالك ده في كلام مهم بيتقال فلازم تركز فيه، واول ما ابتدي اركز واسمع اكتر هبتدي ادي فيدباك. ده ليسننج، وهنعرف ايه هي مراحل الليسننج. يبقى اول حاجه لازم تعرفها ان الليسننج والهيرنج، حاضر، الليسننج والهيرنج لا مش زي بعض. الهيرنج بس انا بسمع اي حاجه، الليسننج معلش المايكات، احنا قلنا المايكات يا اسماء يا عبد الرازق، يعني محدش يفتح المايكات. معلش انا هكمل وبعد كده هسيب لكم فرصه برضو اللي عايز يسال او حاجه. خلاص، يبقى عرفنا ان الهيرنج والليسننج مش واحد. الهيرنج انا بسمع اي شيء ولكن بدون الانصات ليه والتركيز فيه، ده الهيرنج. انما الليسننج ان انا بستمع للاشياء او بستمع لاي كلام بيتقال لي وبنصت فيه وبركز فيه كويس قوي وبدي انتباه للي بيتكلم وبرد، ده ليسننج. خلاص يا شباب، تمام. كان حد عايز يسال حاجه؟ كان حد قاطعني وعايز يسال حاجه تقريبا. ممكن بعدها دكتور عيد لايف تاني بس عشان كان في مشكله. نعم، عيد يا دكتور بس الجزئيه اللي سريعه كده. الهيرنج والليسننج يعني؟ اه احنا عند اللي المخاطر. ايه؟ اه الليسننج يا دكتور. ما احنا بنقول اهوت، احنا لسه بنقول، احنا بنقول لك احنا في فرق بين الهيرنج وبين الليسننج، ما قلناش حاجه لسه. الهيرنج ان انت جاست بتسمع اي صوت من غير ما تركز فيه. انا وانا قاعد بتكلم معاك كده، في حد بيتكلم تحت في الشارع، في حد نادى على حد، في كلاكس عربيه، في واحد بيقول بتاع الخزين يا بصل زي ما احنا بنسمع كده، هل ركزت؟ لا ما ركزتش، اهو كلام بيتقال وخلاص، ده هيرنج، هو كلام ضرب في طبله ودني وخلاص. انما ركزت انا في الكلام ده؟ ما ركزتش. انما الليسننج لا، في كلام اتقال وصل لوداني، اتنقل للبرين بتاعي، البرين ابتدى يفسره، ينبهني خد بالك ده في الكلام ده، الكلام ده مهم ولازم تنتبه له، فابتدي ادي اتنشن للي بيتقال واركز فيه وادي بعد كده فيدباك بنصت. يبقى الليسننج والهيرنج، ليسننج انصات، الهيرنج جاست اي صوت بسمعه وخلاص اسمه هيرنج. خلاص كده، دي اول حاجه. تاني خطا كل ده، يبقى اول خطا ان الليسننج والهيرنج واحد، لا هما مش واحد، في اختلاف بين الهيرنج والليسننج. تاني حاجه، الليسننج از ناتشرال بروسيس، هل ده صح ولا غلط؟ لا طبعا مش غلط، مش صح، سوري، ده مش صح. يعني احنا مش بنتولد اكتيف ليسنر. يعني ايه اكتيف ليسنر؟ يعني احنا مش بنتولد منصتين او عندنا مهاره الانصات، لا، ولكن يا حسن يا شباب مش عارف، يعني انا مش عايز اعمل لكم ميوت، ولكن لان انتوا بتبقوا محتاجين تدخلوا او تسالوا عن حاجه، فيا ريت يا ريت ما حد كلكم تقفلوا المايكات يعني. اوكي تاني، خلاص يبقى نرجع للنقطه اللي فاتت، ان الليسننج از ناتشرال بروسيس. لا المعلومه دي خاطئه، الليسننج مش انيت، مش بتولد بيه، ولكن هو اكوايرد، يعني بكتسبه، هي مهاره بكتسبها. ما اتولدتش اكتيف ليسنر زي ما بنقول، احنا اتولدنا ولا اساسا يدوبك بنسمع ومش عارف ايه الحواس بتاعتنا، ولكن لما بنبتدي نكبر وناخد مهارات ونتعلم وندخل بقى في دورات تنميه بشريه ودورات كوميونيكيشن، ومش بس مش لازم دورات، اتربيت في بيئه فيها كانوا موديلز ليا في الكوميونيكيشن، في الانصات، الاب والام بيسمعوا لبعض وبيسمعوا لاولادهم وبيسمعوا للجيران، وشفت ملحوظه الانصات ويعني ايه انصات ويعني ايه اهتمام ويعني ايه استماع كويس، فابتديت اتعلم
السكيلز بتاعه الليسننج. فالليسننج ما يعتبرش ناتشورال بروسيس، هو سكيلد او سكيل بتكتسب مع على مدار الحياه. خلاص كده اوكي. التالت مس او تالت يعني تالت حاجه خطا عن الليسننج ان هو بيقول لك ان الاول ليسنر ريسيف ذا سيم مسج. يعني ايه؟ يعني كل اللي بيستمع، يعني انا لو جبت 3 4 بيستمع بيسمعوا لي وانا بوصل المسج دي، كلهم هيعملوا ريسيفنج للسيم مسج بنفس الطريقه بنفس الطريقه. طب يعني ايه؟ لما نفهم او لما نقرا الجملتين دولت هتفهموا. بيقول لك each of us perceive an event in a different manner. كل واحد فينا زي ما عرفنا ان في بعض الحاجات بتاثر على الكوميونيكيشن، physiological factors بتاعتي، السوشيال رولز دوري الاجتماعي، الكالتشرال باك جراوند، الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، الكالتشر اللي انا جاي منها، البيرسونال انترست اهتماماتي والنيدز بتاعتي، كل ده هوت بيأثر على درجة استماعي. يعني لو حد بيتكلم في جملة وأنا مش مركز معاه، أو أنا مركز في حاجة تانية، أو إن الكالتشر بتاعتي بتقول إن الكلام اللي بيتقال ده خاطئ، أكيد مش هنتبه له، مع إن أنا سمعت اللي بيتقال. فاهمين قصدي؟ لا، يبقى مش كلنا بنفس الطريقة هنسمع لكل حاجة أو هنفهم كل حاجة بنفس الواقع، ولكن في حاجات أو بنفس الطريقة بالظبط 100%. لا، في حاجات هتتداخل معانا وهتأثر على طريقة فهمنا للنقطة اللي اتقالت. يبقى all listener receive the same message، لا دي معلومة خاطئة، ولكن بيحصل كل واحد بيرسيف المسج بطريقة طبعا خاصة بيه طبقا للفيسيولوجيكال فاكتور والسوشيال رولز والكالتشرال باك جراوند. خلاص كده. طيب ايه هي التايبس بقى بتاعت الليسننج؟ عندنا تو تايبس اوف ليسننج، اللي هو الباسيف والاكتيف ليسننج. خلاص لازم تعرفهم كويس قوي. الباسيف ليسننج يعني ايه؟ يعني هنا ان الشخص الليسنر، الشخص الليسنر هو جاست بيستمع، الشخص الليسنر هو بيستمع خلاص وبيخلي الشخص التاني يتكلم. يعني في واحد بيتكلم وانا بس بستمع له ومفيش اي انتراكشن معاه، ده بنسميه باسيف ليسننج. واحد بيتكلم وانا بسمع له وخلاص، ولكن مفيش بقى ايه فيدباك، ولا بديله ايماءات ان انا سامع، ولا برد عليه، ولا كل الكلام ده. ده اسمه باسيف ليسننج. خلاص كده. في بعد كده الاكتيف ليسننج، وده المهم وده الافضل. الاكتيف ليسننج وده المهم وده الافضل، وده ليه شروط. شباب انا معلش هضطر اعمل لكم ميوت كلكم تاني. الاكتيف ليسننج زي ما قلت لكم، الاكتيف ليسننج ده الافضل ولازم، وده الافضل طبعا من الباسيف ليسننج، وده مهم جدا ان انا اكون اكتيف ليسنر للمرضى. يعني ايه اكتيف ليسنر وازاي افرق او ايه شروط الاكتيف ليسننج؟ في مقطع عندنا كده اسمه سولر ثواني كده اشوفه بس هنا. سولر اللي هو SOLER المقطع ده اكتبه، ده شروط الاكتيف ليسننج. سولر كل حرف من دولت بيانديكيت حاجه بتعتبر شرط من الشروط الرئيسيه عشان اكون اكتيف ليسنر. الاس معناها ان انا بقعد sitting in front of the patient، يعني بقعد مواجه للمريض، اسمها كده خلاص. دي الاس. الاو اللي انا بكون open، يعني ما بكونش قاعد مقفول، ما بكونش مطبق دراعاتي في بعضها كده وقافل على نفسي، لا بكون مفتوح وقاعد مواجه المريض وببص له. يبقى دي الاو، ان انا بكون open، البوزيشن بتاعي open position. خلاص دي الاو. الال اللي انا بكون او بعمل leaning، بكون بواجه المريض او بعمل leaning forward the patient، يعني المريض هو بيتكلم كده. شوف لما تيجي تتكلم مع حد وحد بيكلمك وتقدم له شويه كده او تقرب له او توطي عليه عشان تسمعه، ده بنسميه leaning forward. خلاص. الاي اللي هي الاي بتاعتي بتكون في eye to eye contact،
في بيني وبين المريض اي كونتاكت، مش المريض بيتكلم وانا باصص في حته تانيه، والعمال بيكلمني وانا باصص لزميلي. خلاص، لا، اللي بيكلمني ببص له، مش معنى ابص له ان انا افضل مبرق له. الاي كونتاكت بتاعنا العادي لما واحد بيكلمك انت بتبص له، صح كده؟ الار اللي هي ممكن تشمل حاجتين. الار اختصار ان يكون في ريسبونس مني، هو بيتكلم في فيدباك يعني، دي حاجه، واكون كمان ريلاكسد، ما اكونش تنس او ما اكونش تنسف، السيتويشنز اللي انا فيه تنشن فيه قليل. خلاص كده، يبقى الاس سيتنج اون فرونت اوف ذا بيشنت، الاو اوبن بوزيشن، الال لينينج فورورد ان هو بيتكلم وانا بوطي عليه كده او بقرب له عشان اسمع له او عشان استمع ليه، الاي ان في اي تو اي كونتاكت، الار ان هي ريسبونس او ريلاكسيشن، بكون ريلاكسد يعني. خلاص، ده الاكتيف ليسننج. هفتح لكم تاني السبيكر او هعمل عشان لو في حاجه مش مفهومه. الدنيا تمام؟ في حد عنده اي استفسارات في اللي اتقال؟ لا تمام. اوكي، يبقى هي دي التايبس بتاعه الليسننج، باسيف واكتيف ليسننج. خلاص كده. طيب ايه هي بقى الكومبوننت او ايه هي مكونات الليسننج؟ ودولت برضو مهمين. اول بداية بتحصل هي عملية الهيرينج، اللي هي بنسميها الفسيولوجيكال اسبكت اوف ليسننج. الفسيولوجيكال اسبكت اوف ليسننج تبدأ بالهيرينج، اللي هي صوت بيدخل على على الدرام بتاعت الودن، طبلة الودن، وبيروح للبرين. هو ده فالهيرينج. اول حاجة من الليسننج بتبدأ هي الهيرينج. خلاص كده، وبيعتبر برضو non selective part of listening. يعني ايه non selective part of listening؟ يعني انا مش بسمع باختياري، يعني انا مش بحكم على وداني ان هي تسمع او ما تسمعش اللي احنا لسه قايلينها. انت غصب عنك بتسمع، هو في صوت حوالين منك فلازم هتسمعه. فدي بتعتبر الphysiological aspect of listening، وبتعتبر كمان non selective part of listening. كمان الhearing، الهيرينج طبعا او السمع او استماع وداني او سمع وداني للصوت، بيتاثر بحاجات كتير. بيتاثر بكميه الاصوات اللي انا بسمعها، بيتاثر بمستوى النويز اللي حواليا، بيتاثر بدرجه الصوت، هل هو عالي ولا واطي. عشان كده لو الصوت، عشان كده في مقياس للصوت ومقياس لدرجه الصوت، يمكن انتوا عارفينه اللي هو تقريبا اللي هو الديسيبل، صح كده؟ كل ودن فينا او كل بني ادم بيستحمل الاصوات عند درجة معينة. كل واحد فينا بيستحمل الاصوات عند درجة معينة. انما لو الصوت عالي جدا، عالي جدا عن مستوى ان الهوا اللي تستقبله الطبلة بتاعت ودننا، هيخرم طبلة ودانك ببساطة وهتفقد الهيرينج، صح كده؟ فلازم بقدر الامكان الصوت وطريقه الكلام والصوت اللي احنا بنتكلم بيه يكون صوت هادي وصوت في نفس، يعني في المعتدل، ما يكونش لا قليل قوي ولا يكون عالي جدا مزعج. لما نيجي نتكلم ما يكونش 500 واحد بيتكلموا في نفس الوقت، في واحد بيتكلم والتاني بيسمع. بنشوف مثلا لو في مجموعه مع بعض او 10 12 او 20 واحد في مدرج، وكل واحد ماسك ودن التاني وعمال بيتكلم، في الاخر انت مش عارف مين بيقول ايه ولا ده بيقول ايه، ولا كل واحد بيتكلم مع نفسه وخلاص. اللي هينتج من كل ده هي النويز، ضوضاء، صوت عالي في المدرج وخلاص، كل واحد عمال يتكلم مع نفسه. عشان كده هتلاقي مثلا محاضر يديك محاضره اسكتوا مره واحده، انه خلاص صوته ما عادش، ودانه ما عادش مستحمله، في كميه اصوات كتيره واصوات عاليه ومفيش حد بيستنى التاني ان هو يتكلم. يبقى اول كومبوننت عندنا للليسننج اللي هو الهيرينج. تمام. تاني حاجه الاتندنج. اتندنج يعني ايه؟ اتندنج معناها اللي هو ان انا اكون اتنتيف للصوت اللي حصل. يعني اول ما الصوت يوصل البرين، خبط طبله الودن راح على البرين، هوب باخد الاتنشن. ده كله في لحظات، في ثواني، فهمتوا؟ ثانيه زي ما بيقولوا. خلاص، في لحظه صوت خبط، صوت ده وصل لي، وصل البرين، اخد بالك ده الصوت اللي بيتقال او الكلام اللي بيتقال لك ده هو كلام مهم،
فاديله الاتنشن، ركز معاه. يبقى دي تاني حاجه في الـ في الـ في الكومبوننت بتاعه الليسننج، ان انا بدي الاتنشن، بدي الاتنشن للي بيتقال. خلاص مريض بيتكلم مثلا وبيتكلم، انا عندي اتكلم عادي معايا وانا سامع صوته في الاول، وبعد كده قال لي بص يا دكتور انا عايز اقول لك مشكله خطيره، كلمه جذبتني، سمعت كلمه المريض او جمله المريض ان انا عندي مشكله خطيره، الكلام دخل وداني وخلاص جذب انتباهي، يبقى لازم هسمع، لازم اكون اكتيف ليسنر للجمله اللي قالها المريض، لازم ادي الاتنشن للي قاله المريض. ودي تاني كومبوننت عندنا في الليسنينج. ثالث حاجه عندنا اللي هي الاندرستاندينج. اندرستاندينج يعني الجمله اللي دخلت او الكلام اللي دخلت بحاول ابلوره في دماغي، زي ما نقول كده بنعمل له انكودنج في دماغي، وببلوره وبفهمه وبفهم المغزى من وراه وبفهم عايز يقول ايه عشان ارد برد مناسب للي بيتقال، افهم اللي بيتقال فيه، افهم القواعد بتاعته، افهم المضمون بتاع الكلام، افهم ما وراء الكلام. ممكن الكلام بيتقال وبيحمل معاني تانية او بيحمل جمل خفية او معاني خفية. خلاص فلازم فهمي او الاندرستاندينج هو ده المرحلة اللي بفهم فيها كل حاجة قالها المريض. خلاص كده. وده طبعا بيعتمد اعتماد كبير على الابيليتي تو اورجنايز الانفورميشن، على قدرتي ان انا اكون بسمع كويس واصبر على ما ارد، انظم المعلومات في دماغي قبل ما ارد، افهم الاول، ادي الفرصه. عشان كده بقول لك لما حد يكلمك ما تردش على طول، ما تقاطعهوش وهو بيتكلم وترد، لا اسمع الاول، شوف الكلام اللي وصل لك ده عايز يقول لك فيه ايه، وبعد ما تفهمه، بعد ما يخلص كلامه افهم الكلام وابتدي رد، ما تتسرعش في الرد. وفي نفس الوقت ما يبقاش عندك ريتارديشن ان انت تتاخر قوي في الرد، لا هو كده ولا هو كده. يبقى المفروض الطبيعي ان انا لا يبقى في عندي سرعه في الرد ولا يبقى عندي تاخر في الرد. تمام. Remembering يعني التذكر، الability to recall information once we have understood it، يعني المقدرة ان انا اعمل استرجاع للمعلومات طالما فهمتها. المريض كلمني وقال لي جملة فلانية او قال لي بعض المعلومات، يبقى والمعلومات دي خلاص حفظتها واتحفظت في الذاكرة بتاعت البرين بتاعي، يبقى في اي وقت ممكن استرجعها. هو ده عملية الريميمبرينج، وده بيعتبر بيزك للإفكتيف كوميونيكيشن، يعني شرط رئيسي من شروط التواصل، ان انت تتذكر اللي قاله لك، ان انت ما تعملهوش نيجليكشن، ان انت تكون انترستد باللي اتقال. دي كده الكومبوننت بتاعتنا بتاعت الليسننج. انا هفتح لكم السبيكر بحيث لو حد عايز يستفسر في اللي اتقال ده، في اي مشكلة في اللي اتقال؟ في اي مشكله يا شباب في اللي اتقال؟ عبد الرحمن قول يا عبد الرحمن عايز تقول ايه؟ رقم 3 يا دكتور رقم 3 الاندرستاندينج. الاندرستاندينج معناها ان حد قال لك حاجه فانا بحاول افهم الحاجه دي، هو ده الاندرستاندينج. المريض اتكلم معايا، ده الهيرنج، في صوت طلع، الصوت ده دخل عوداني على وداني، هز طبلة الودن وصل للبرين، البرين اداني اتنشن ان في كلام بيتقال، كلام مهم بيتقال، هبتدي اسمع الكلام وافهمه. معنى الكلام ده ايه؟ معنى كلام المريض ده ايه؟ المريض لما يجي يقول لك انا مش مرتاح في المستشفى، او يا مستر عبد الرحمن ده انا مش مرتاح في المكان ده هوت لان انا تعبان، مستر عبد الرحمن انا دماغي مصدع جدا، انا حاسس ان ضغطي عالي. ده انت كلام كلام خطير، ده انا لازم دلوقتي افهم الكلام ده، انا لازم دلوقتي اروح اجيب جهاز الضغط واقيس لك ضغطك عشان اشوف فعلا الضغط عالي ولا لا. يبقى انا فهمت كلام المريض، المريض عايز يقول لي ايه بكلامه. مستر عبد الرحمن انا ظهري واجعني من امبارح ما اتقلبتش، صح؟ لا، معناها كده ايه؟ ان انت في نيجليكشن للمريض، ان انت مش مهتم بالمريض،
ان المريض محتاج يتعمل له بوزيشننج، صح؟ هو ده فهمي للمسج او فهمي للكلام اللي عايز يقوله، اللي عايز يقوله المريض، هو ده الاندرستاندينج. اوكي يا شباب، بعد كده ايه هي اهميه الليسننج بقى؟ ايه هي اهميه الليسننج؟ اول حاجه طبعا زي ما قلت لكم من شويه، هو بيدي فرصه للمريض ان هو يبتدي يتكلم، ان هو ياخد الليد بتاعه الكوميونيكيشن، ان هو يبتدي يبدا بالكلام، يقود هو التواصل. دي حاجه حلوه قوي ان المريض يبتدي يتكلم ويلاقي اللي يسمعه، ده مهم جدا. ده يرفع للمريض ايه؟ الروح المعنويه بتاعته. مريض محدش مثلا، خاصه لو مريض سايكوتيك مثلا ومش بيلاقي ناس كتيره تسمع له او تستمع للكلام بتاعه، ويبتدي بقى يتكلم وشايف واحد بيبص له كده وبيسمع الكلام بانتباه ومهتم قوي بالكلام اللي بيتقال، ده ايه؟ هيحسسه بايه؟ هيرفع له روحه المعنويه. يبقى اول حاجه بيدي المريض فرصه ان هو ياخد الليد بتاعه الكوميونيكيشن، تمام؟ غير كده كمان بيخليه او بيديله كمان فرصه ان هو يعبر عن الانر تنشن اللي جواه، يعبر عن المشاعر اللي جواه، يعبر عن النيجاتيف فيلينجز، المشاعر السلبيه اللي جواه، مشاعر القلق والخوف والرعب، كل ده لما المريض يعبر عنهم يرتاح. لو المريض جواه حاجه خايف منها وابتدى يقول له انا خايف من الحاجه الفلانيه والحاجه دي موتراني وتعباني، اول ما يتكلم فيها بيرتاح. الحاجات او الفيلينجز بالذات او المشاعر السلبيه لما تتراكم جوانا بتأثر علينا، المشاعر السلبيه لما تتراكم جواك تأثر عليك وتأثر على سلوكك. يعني لو انت عندك شعور بالخوف او شعور بالقلق من حاجه، هتلاقيك مش قاعد على بعضك، رايح جاي، بتخبط في ده وبتخبط في ده، اخوك الصغير قال لك كلمه جت رايح ضربه، ووالدتك اتكلمت معاك صوتك عالي عليها، ده ليه؟ لان انت عندك مشاعر سلبيه جواك لازم تطلع، فلازم تلاقي حد تعبر معاه عن مشاعرك فتروح تتكلم معاه. فالمريض بيكون عنده مشاعر سلبيه، المريض ممكن يكون عنده مشاعر سلبيه، ده بني ادم، كلنا بيجي لنا مشاعر سلبيه، كلنا عندنا مشاعر بوزيتيف ونيجاتيف. فالمريض لما يعبر عن النيجاتيف فيلينجز اللي عنده هيرتاح، مش هتطلع في صوره ريستلسنس وفي صوره اجيتيشن وفي صوره ان هو يكسر ولا يخبط ولا الكلام ده. فعشان كده الليسننج مهم. كمان بتحسس المريض زي ما قلت لكم ان هو important. He is important enough for someone to listen to him. معناه ان انا شخص مهم جدا عند بعض الناس، عشان كده الناس بتستمع لي او في ناس بتسمع لي، وده بيوصل زي ما قلت لكم ان انا بعمل بوصل بيه حته الايه اللي اكسبتنس المريض، ان انا بتقبل المريض على ما هو فيه، على كل مشاكله بتقبله وبسمع له، فدي احساس كويس بيوصل للمريض. كمان عن طريق الليسننج، بوصل ان انا امباثيتك مع المريض. ويعني ايه امباثيتك؟ امباثيتك ان انا متعاطف مع المريض. طب في فرق بين الامباثي والسيمباثي؟ في فرق بين الامباثي والسيمباثي، وهنناقشها في محاضره لوحدها ان شاء الله. خلاص، يبقى عن طريق الليسننج بوصل المريض ان انا متعاطف معاك وحاسس بيك وهحللك مشاكلك. خلاص كده. برضو الليسننج احد الطرق اللي بوصل بيها للمريض الاكنولجمنت والريكوجنيشن. يعني ايه الاكنولجمنت والريكوجنيشن؟ اللي هو العرفان بالشيء البوزيتيف في المريض، اللي بوصل بيها للمريض ان انت فيك حاجات كتير كويسه. لما المريض يتكلم معايا وقادر ان هو يتكلم وبيتحاور معايا وبياخد ويدي في الكلام، الله ينور، جميل، ده انت عندك اسلوب وطريقه في الكلام حلوه، يعني ده بوصل للمريض ان انت فيك حاجات بوزيتيف كويسه قوي، ده يرفع لك السيلف استيم. خلاص تمام، هي دي الامبورتنس بتاعت الليسننج. اعتقد ان انا فاتح لكم السبيكر، ما اعتقدش ان فيها مشكله عند حد، يعني في حد مش فاهم حاجه فيها؟ لا تمام يا دكتور، تمام. اوكي طيب، النقطه اللي بعد كده
ليه احنا ممكن في بعض الاوقات ما نكونش اكتيف ليسنر؟ ليه؟ ان مش دايما، ان مستحيل نكون اكتيف ليسنر في كل الاوقات في كل حياتنا، لان في حاجات تانية خارجة عننا ممكن تأثر علينا. زي اول حاجة اللي هو الهيرينج بروبلمز. الهيرينج بروبلمز بقى بسبب ديفنس، لا قدر الله ان انا في ديفنس، في صمم يعني لا قدر الله، او مع الوقت ومع السن السمع بيبتدي يتقل، فده بيأثر على عملية الاستماع، ففي هيرينج بروبلمز، او لا قدر الله بقى في سماعات ولابس سماعات، الحاجات دي يعني. كمان الاماونت اوف انبوت. يعني ايه اماونت اوف انبوت؟ كمية الكلام اللي بتتقال، كمية الكلام اللي بيتقال، كلام كتير جدا 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 في نفس الوقت. طب انا هسمع لمين ولا هسمع لمين ولا هسمع لمين؟ لما 500 واحد بيتكلموا في نفس الصوت او بيتكلموا في نفس الوقت، اكيد مش هكون انا اكتيف ليسنر ليكم، هسمع لمين فيكم؟ هو واحد بس اللي انا هسمع له. والاماونت اوف انبوت، كمية الكلام اللي بيتقال كتيرة جدا. كمان البيرسونال كونسيرن. يعني ايه بيرسونال كونسيرن؟ الاهتمامات الشخصية بتاعتي. والله كلام بيتقال مش على مزاجي، كلام بيتقال انا مش مهتم بيه، كلام بيتقال مش في حيز الاهتمام وحيز الانترست بتاعي، اكيد مش هكون اكتيف ليسنر. الرابيد صوت، رابيد صوت الافكار او السريان السريع للافكار، ان انا بكون بسمع لحد وانا مخي مشغول ب 500 حاجه تانية. ان انا دلوقتي بسمع المحاضرة وبفكر بقى دلوقتي في البيت وظروف البيت وفي شغلي وفي خطيبتي ومش عارف ايه وايه 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 وايه، مو شغل، مخ عمال يودي ويجيب زي ما بيقول. هتكون اكتيف ليسنر؟ اكيد ده لا، هيأثر على الليسننج عندك. كمان النويز، الضوضاء، لو انا بتكلم معاكو وده عمال يخبط وده عمال يرزع وواحد عمال ينادي في الشارع وانت وفاتح لكم السبيكر وبرضه في حوالين منكم ناس بتتكلم وبتاع، اكيد مش هتكونوا اكتيف ليسنر، لان في حاجات تانية في الانفايرومنت اثرت عليكم ان انتوا تستمعوا. خلاص كده تمام. طيب هاو تو بي جود ليسنر، ازاي اكون جود ليسنر او ازاي اكون اكتيف ليسنر، ازاي اكون مستمع جيد، ازاي لما المريض يتكلم اكون انا مستمع جيد؟ ودي مهمه وتاخدوا بالكم منها. اول حاجه لما حد يكلمك، مش بس المريض، لما حد يكون بيتكلم معاك قرب منه، ده احتراما ليه واحتراما للهيومانيتي بتاعته واحتراما، وبتوصل له كمان ان انت مهتم باللي بيتقال. خلاص يبقى اول حاجه ان انا staying close to the speaker، ان انا بقرب منه وهو بيتكلم. حاجه الثانيه stop talking، هو في واحد هيتكلم، مش انتوا الاثنين هتتكلموا في نفس الوقت، هو بيتكلم انا ساكت، انا بتكلم هو يسكت، ما نقطعش بعض، صوتنا ما يعلاش على بعض. شويه يتكلم اقول له انا طب واقطعه واعمل له انترابشن وصوتي يعلى عليه وبتاع، دخل الموضوع في زعيق، تون فويس يعلى والتون فويس الثاني على الاصل يعلى وهوب هوب هوب زعيق، وده اللي بيعمل المشاكل بيعمل الكوارث. يعني واحد بيتكلم اسمع له، انا ساكت لحد ما تخلص. ممكن بتشوفوا برامج التوك شو اللي بيحصل فيها، ده عايز يتكلم وده عايز يقطع وده عايز يتكلم والتاني عايز يقطع وبتاع، مفيش حد بيسمع للتاني، كل واحد عايز يفرض رايه. انما لما يبتدي بقى واحد يتكلم ويبتدي المذيع او المقدم البرامج يقول لهم معلش كل واحد فيكم ليه 10 دقايق او ليه 5 دقايق يعرض وجهة نظره والتاني يسمع وبعدين يرد على وجهة النظر، بنلاحظ ان في اختلاف وتلاقي ان البرنامج ابتدى يكون هادي كده والدنيا تمام. كمان ان انا لازم اكون ريلاكسد، الحته اللي احنا قلنا عليها، ما اكونش تنسل، ما اكونش رايح جاي وعمال اهز في رجليا وبتاع وشخص بيتكلم قدامي ما اوترهوش، اكون قاعد اوبن ريلاكسد. تمام، ادي الاتنشن للمريض، ادي الاتنشن، ابص له، مهتم بيه، وان انا مهتم بالكلام اللي بيتقال. تمام، كمان بوصل له جينوين انترست. يعني ايه جينوين انترست؟ ان انا مهتم بيك اهتمام صادق من جوايا. جينوين يعني صادق، يعني مش بفتعل الاهتمام، انا مهتم بيك فعلا او مهتم باللي انت بتقوله لان انت فعلا انسان مهم وكلامك كلام مهم ولازم اسمعه.
genuine interest مقصود بيها الاهتمام الصادق باللي بيتقال. طب ده هيوصل عن طريق ايه؟ هيوصل عن طريق حاجات كتير بتوصل لجينوين انترست، زي مثلا هو بيتكلم وانا باصص له في اي كونتاكت، زي كمان ان انا بستخدم الجيستشرز بتاعتي النودنج لو انا موافق على حاجه، او ان انا اقعد اقول تمام كمل انا سامعك انا موجود عشان اسمعك انا فهمت اللي انت قلته. طب الجزئيه دي انا ما فهمتهاش، وصلها لي تاني وضحها لي، كل ده بيوصل ان انت انترست باللي بيتقال. تمام. كمان لازم افكر في اللي بيتقال ومعنى الكلام ايه، ولو الكلام مش واضح اخليه يوضحهولي. برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا او من الشروط اللي لازم تكون متوفرة في الاكتيف ليسنر. تمام. كمان ان انا بركز وبستمع كويس قوي، concentrate and listen carefully to what the patient talk about as well as trying to figure out what he doesn't talk about. يعني بستمع كويس قوي للي بيتقال، ولو في حاجة معينة مش فاهمها بحاول استوضحها معاه وبديله بوينت عنها، او بقول له خد بالك الحتة دي ما فهمتهاش او وضحها لي اكتر بقدر الامكان. برضو ان انا get rid of distractions، يعني بتخلص من اي حاجة تعمل distraction او تعمل تشتيت. تعمل تشتيت يعني مش واحد بيكلمني وانا ماسك الورقة وماسك المقص او ماسك بلعب في حاجة او برسم وهو بيكلمني، او ماسك القلم وعمال بعض فيه والكلام اللي احنا بنشوفه ده هو، او ماسك المفاتيح وعمال بشخشخ فيها. كل ده يعوق عملية الايه التواصل وعملية الليسنينج. تمام. برضو اوعى تقاطع حد زي ما قلت لكم، avoid interruption until the person express a complete thought، يعني ما قاطعهوش الا لما يخلص كل الكلام اللي عنده وكل التعبير بتاعه عن افكاره. وهو دي المحاضرة بتاعتنا النهاردة، وشكرا جزيلا لي. حد عنده اي استفسار عن اي حاجة؟ Thank you.